لا تتركني لا تتركني لا تتركني لا تتركني لا تتركني لا تتركني وحدي لا تتركني وحدي. رامز جلال، سمير حسني، والفنانة القديرة كريمة مختار. لا تتركني وحدي. نادية فهمي، محمود عامر، عبير التوخي. موسيقى حسين السيد. لا تتركني وحدي. تأليف سامية جمال الدين، إخراج طارق دياب. يا ألف مبروك يا ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ست الكل. يا أهلا ومرحبا يا دي النور. والله أنا أول ما شفته داخل الحارة والضحكة الحلوة على وشه اتفائلت خير. الله يخليك يا عم خليل، يا راجل يا طيب يا سكرة. الله يرحم أبوك، كان نفسي قوي يبقى عايش ويشوف اليوم ده. الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل بصحيح. جرايا يا جماعة، ما توحدوا الله مال. ونعم بالله يا ابني، انا هنزل افرق شربطها الحته كلها. ده واجب علينا يا عم خليل. ما يجيش من بعض خيركم يا ست الكل. عن اذنكم. الله الله، ما تحاسب يا عم خليل. لا مؤاخذه يا ابني، من فرحتي مش شايف قدامي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ايه الهصه اللي انتوا عاملينها دي؟ ده انا سامع صوتكم على السلم. بارك لاخوك يا رضا، نجح وخد الشهاده الكبيره، وبكره باذن الله هيبقى محامي قد الدنيا. والله مبروك مبروك يا متر. الله يبارك فيك يا رضا. الحمد لله، ربنا عوض صبري خير. صبرك صبرك على ايه يا اما؟ ما احنا زي الفل اهو، ولا علشان بسلام تتخرج؟ ما في زيه بالالوف كل يوم بيتخرجوا ومتلطعين على القهوه طول النهار وما بيعرفوش يجيبوا القرش ازاي. وانت بقى اللي عرفت يعني؟ طبعا، انا راجل كسيب، ولولا وقفتي في الورشه ما كانش بسلام تتخرج. ربنا يديك الصحه يا اخويا رضا. ماما مش قصدها. يا عم والله قصدها. عن اذنكم. ايه يا رضا، مش هتتغدى معانا ولا ايه؟ لاش نفس نفسي تسدد. وبعدين بقى يا امي، انت تايه عن رضا ولا ايه؟ يعني هو بيحاسبنا كان احنا السبب في انه ما كملش تعليمه، مع انه يعلم ربنا ابوك تعب معاه قد ايه علشان يكمل، وكل يوم والتاني يهرب من المدرسة ويقعد في الورشة. اهو بقى قصت قد الدنيا. وبصراحة يا امي، ورشة ابويا الله يرحمه من غير رضا كانت هتضيع مننا. انا يا ابني قلت حاجة. هو مفيش غدا ولا ايه؟ لا، انت مش قلت ان نفسك اتسدت؟ غيرت رأيي ونفسي اتفتحت اهي. امي بقى ام رضا حضرنا الغدا. مش قلتلك يا امي، مش قلتلك رضا حمق ايه بس قلبه ابيض؟ لا يا سي محمود، هو انت علشان اتخرجت فكرت نفسك بقيت كبير ولا ايه؟ انا وامي يا عم حرين مع بعض، مش عايزين حد يتدخل بينا. خد يا خد ام رضا. ايه دول؟ احنا برضو نعرف الاصول والواجب. القرشين دول هاتلك بيهم كام ازازه شربات وفرقيه حلاوه المحروس. يا حبيبي شكرا. الف الف شكرا رضا. ماما ما تنسيش تتوصي بالجيران اللي في العماره اللي قصادنا. ها، شربات كتير قوي. حاضر. ما تتصورش يا محمود انا فرحت بنجاحك قد ايه. والله انا عارف يا منى، عقبالك ان شاء الله. يسمع من بقك ربنا. يا رب. كلها سنتين وتحصلين يا ستي، وهي فرصه في السنتين دول يكون ربنا كرمني واشتغلت وعرفت يعني حتى اجيب دبلتين. محمود وبعدين معاك؟ مع اني عارف ان الحاج مدبولي مش هيقتنع بالدبلتين ابدا. مين عالم، يمكن ساعتها ربنا يهديه ويقولك احنا بنشتري راجل يا محمود يا ابني. ونعم الرجالة. ايوه جاي، انا جاي اهو. ايوه جاي. وعندك واحد قهوة للناس اللي بتهوى، وعندك واحد شايف الخمسينة للناس اللي في التراسينة. صباح خير يا كراوية. صباح الفل يا استا رضا. الشاي الاصطباح يا كراوية هتولع الورشة. من عينيا. وعندك واحد شاي للناس التمام. صباح الخير يا رضا. صباح الجمال يا حاج مدبولي. مبروك لاخوك محمود. الله يبارك فيك يا حاج.
كويس انه خلص او يخف عنك المصاريف ويشيل عنك الحمل شوية. يشيل ايه بس يا حاج، والشباب خير عضموم لسه طاري. خليها على الله، عن اذنك بقى علشان افتح الورشة. اتفضل يا ابني. يا سلام، راجل بصحيح مجدع. ودا كراوية. ايوه يا بيه. هاتلي واحد حلبة يالا. عيوني وقلبي من جوه. وعندك واحد حصل الناس المخلصة. يا ابني ده مش كويس علشانك، الصبر يا حبيبي. ايوه مش كويس علشانك، اسمع كلام امك، الصبر يا حبيبي. لغاية امتى بس؟ كل يوم اروح اقدم ورق في شركات ومؤسسات ويقولوا لي هنبعت لك ومحدش بيبعت. كل شيء باوانه يا امي. يومي باوان ايه بس؟ انا بقالي يجي سنة تقريبا متخرج. سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فيه. بطل امال يا رضا. سيبيه يا امي سيبيه، رضا عنده حق، انا خلاص بقيت حمل تقيل عليه. يا ابني يا حبيبي انا قلت لك شهادتك دي تبلها وتشرب ميتها. الشهادة قال ملوش لزوم الكلام ده يا رضا، اخوك مش ناقص. لا ناقص يا اما، ناقص عقل، ناقص تفكير، ناقص خبرة. انا من واجبي بصفتي اخوك كبير اني اعقله وانصحه. وعاوز تنصحني بايه يا رضا؟ ايوه اهو كده تعجبني. فتح لي عينيك بقى وطرطق لي ودانك. معقول؟ معقول رضا اخوك ينصحك بكده؟ ما هو برضو الشغل مش عيب يا منى. ما قلتش حاجه يا محمود، بس انت يعني ما تفهمش حاجه في شغل الورشه. ما هو ده اللي قلقني. رضا اخوك عايزك تشتغل عنده صبي علشان يثبت لنفسه انه احسن منك. منى من فضلك انا ما احبكيش تتكلمي على اخويا بالشكل ده، ده مهما كان فضله عليا. انا اسفه يا محمود، بس وحياتي عندك ما تسمع كلامه. ادي اخوك ده باين عليه مش وش نعمه، حد يطول انه يشتغل في ملكه. تقول ايه بقى يا حاج، شباب اخر زمن بعد عنك. والست والدتك بقى رايها ايه؟ امي نفسها يبقى عندها عيل مستوظف. وهم الموظفين دول يا ابني بياخدوا فلوس؟ الوظيفه دي كانت زمان ايام ما كان الموظف له هيبه، لكن دلوقتي مفيش هجدع من العمل الحر. هو حر يا حاج، انا عملت اللي عليا وقلت اللي عندي. ربنا يهديه. الله، هي مش السنيوره اللي ماشيه هناك دي تبقى بنتك يا حاج؟ اه هي. اللهم صل على النبي، ربنا يحميها لك يا حاج. يا معلم عكاشه، بيقولوا من عمل الحسابات في الهنبات، وانا عامل حسابي صح. جري يا عم خليل، احنا حناكلك ولا حناكلك؟ ما قلناش، بس تلاقيك مش فاكر. لا لا لا، انا لسه ما كبرتش عشان اخرب، وبعدين مش الكام ملطوس بتقعد دول هم اللي حيغنوني. انا فاكر كويس انت سحب فاكهة من عندي بتلاتين جنيه. في ايه يا عم خليل؟ ابن النصابة ده عايز ياكلني في 10 جنيه. قلت يا عم خليل هتدفع ولا لا؟ خلاص يا معلم عكاش، حساب عم خليل عندي. لا 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 يا ابني لا، كتر خيرك انا معايا والحمد لله. المهم خد، حسبي الله ونعم الوكيل. هات. لما انت مش قد الفاكهه بتاكلها لضيوفك ليه؟ ما خلاص بقى يا معلم عكاش، مفيش داعي للكلام الزياده ده. ماشي ماشي يا محمود افندي يا ابن الحاج منصور الله يرحمه. الله، طب وانت مالك ومال الحساب عم خليل؟ الله، وفيها ايه يا رضا؟ انت ناسي يا ابني ان ابوك الله يرحمه موصيكم عليه؟ اوه، احنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ يا ابني ارحمه عزيزه قوم زل. وبعدين بصراحه يا امي المعلم عكاشه ده ضلالي. صدقت والله يا محمود، طول عمر ذمته اوسع من شارع فيصل. فيصل؟ يا سلام عليكم لما تحبوا تقلبوا على حد. طبعا، ما انت لازم تدافع له، عشان وانت صغير لما كنت تهرب من المدرسة كان يخبيك عنده في الدكان. لحد ما عاد خروج العيال من المدرسة يقوم مخرجك، وعم خليل هو اللي عرف كل ده. شايلة في قلبك يا أمه، انت لسه فاكرة؟ وبعدين بقى بصراحة اللي أنا مستغرب له
ان المعلم عكاشة ده كان دكانه صغير قد كده، وفجأة اشترى الدكان اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها. اللي انا عايز اعرفه، شغل الفاكهة بيكسب بالشكل ده؟ طبعا يا ابني، اي تجارة او عمل حر بتكسب دهب، بس تقول لي مين ومين يفهم. سيبنا لك انت الفاه، يلا يلا يا محمود يا ابني عشان تنام. ليه راح الشغل بدري ولا ايه؟ اللهم اهديك يا رضا يا ابني. اهلا وسهلا يا دي النور، والله وحشني يا فرغل. والله انت اللي وحشتني يا خال، وحشت البلد كلها. ازاي البلد واللي فيها كلتهم؟ بعتلك السلام. معلش يا خال، انا هتاجل عليك. خير يا فرغل؟ انا جاي في شغلانه كده تبع المجاول اللي معانا، ومش عارف اعطيك لصمتها، وما لقيتش حته تاوى فيها غير عنديك يا خال. انت تشرف يا فرغل. يشرف مقدارك يا خال، طول عمرك صاحب واجب وشهر. بس معلش بقى، الأوضة صغيرة ومش قد المقام. يا خبر يا خال، دي عظمة العظمة. طب يلا يلا بقى، غير هدومك وتعالى معايا المطبخ نحضر لقمة سوا. كتر خيرك يا خال، والله أنا شبعان. باه، ودي تيجي كيف يا وكل ناسك؟ قوم يا ويد، قوم يا ويد يا فرغل، قوم قوم حضر لك لقمة ماء. أيوة. يا بنتي يا بنتي، كفايه كده وقومي نامي بقى. يا ماما ما فيش وقت، الامتحانات قربت. انا مش عارفه ايه اخر التمقيق العينين ده. اخرتها فل ان شاء الله، لما تشوفي بنتك كده موظفه في بنك ولا في شركه استثماريه. ايه يا اختي، بلا بنك بلا ابصر. ايه هو احنا محتاجين يا بنتي؟ ده انتي بنت الحاج مدبولي على سن ورمح. ده انتي الحيله يا بيت، كل اللي عند ابوكي ده بعد عمر طويل ان شاء الله لك انتي. يا ست الكل ربنا يخليه لينا يا رب، ويخليك انتي كمان. انا عايزه الشهاده علشان تنفعني. الزمن ده يا ماما ما فيهوش حاجه مضمونه غير الشهاده. ايه غلبتيني يا بنت عمري. عارفه يا منى يا بنتي انا نفسي في ايه؟ في ايه يا ست الكل؟ نفسي اجوزك لراجل يعرف قيمتك ويسونك، راجل بحق وحقيقي. ايه يا ماما، هو في راجل بحق وحقيقي وراجل كده وكده؟ ايه طبعا، الراجل اللي بحق وحقيقي يكون عينه مليانه، مش طمعان لا فيكي ولا في فلوسك. يا ماما يا ماما، انا فين والجواز فين؟ لسه بدري. ولا بدري ولا حاجه يا اختي، ده ابوكي عايز يفرح بيكي النهارده قبل بكره. كده هو زهق مني خلاص؟ لا يا ضنايا لا، ده ابوكي بيحبك حب لا قبله ولا بعده. انت ناسيه اني قعدت 10 سنين بحالهم ما خلفش لحد ما جيت انت يا حبيت عيني. تسلم لي عينيكي يا اجمل ام في الدنيا. يلا بقى، عايزاكي تدعي لي اني ربنا ينجحني، مش كده وبس، واكون من الاوائل كمان. من عيني يا حبيبتي، من قلبي يا روح قلبي، ربنا معاك يا نور عيني. هي فرغل عجبتك مصر؟ يا سلام، ضم الدنيا بصحيح يا خال. تعرف يا خال، انا بفكر اجيب الجماعه والعيال. يا سلام، تآنس وتشر. لا، ان كان حبيبك عسل، انا بقول يعني ابقى بعد كده اخد اوضه على جدي انا والجماعه. عموما يا فرغل، انا تحت امرك، وان ما شليتكش الارض تتشال على راسي من فوق وجوه عيوني. ده اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يا سلام، دوق يا امه، دوق البسبوسه دي. بصي، ولا استنى استنى استنى، دوقي بقى الهريسه دي بالبندق، هتعجبك موت. بالهنا والشفا يا حبيبي، بالهنا والشفا يا رضا. انت عارف السكر ملوش الحلو، وانت تعيش وتجيب. جايب كتير قوي ليه يا رضا؟ خلاص كله ساكنوه والباقي شروه، اقول لكم صحته. وليه بس كده يا ابني؟ انا بقى عايزك تشيلك كده قرش لنفسك، بدل من تمضي كل قرش يجيلك. طب وانت عايزاني احوش ليه بس يا اما؟ ايه وانت يا ابني مش مسيرك تتجوز؟ ها، والجواز ده مش محتاج لمصاريف؟ ايوه ايوه، لما يبقى يجي وقت الجواز يبقى حلها حلال. ما
مساء الخير. اهلا وسهلا، يسعد مساك يا حبيبي. تعال يا حوده حل بقك تعال. لا متشكر يا رضا. مالك يا حبيبي؟ مفيش يا امي، مفيش جديد، بكره ربنا يفرجها. هات 2 كيلو عنب يا معلم عكاشة. تاني انا خلاص ما ببيعش ما بشككش. طيب غريها يا معلم، ما تتكلم عدل مع خالي المال. انت بقى هتعلمني الكلام؟ ما يصحش يا معلم عكاشة، ده ضيفي. البطلودة واسمعودة، هو انت يا راجل لاقي تاكل عشان تضايف؟ الله 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 الله، انت زود تهجوي. بلاش كلام زيادة يا عكاشة. عكاشة عكاشة كده حاف من غير معلم؟ الجوالب نامت والانصاص جامد عاد. كده كده يا خليل. طيب ان ما اشتريت بيت المرحوم منصور من بابه وطردتك من الاوضه اللي انت قاعد فيها سلف ديت، ما بقاش انا. لا ده انت كلامك ماسخ قوي. بكره تشوف كلام مين اللي ماسخ يا حادي انت. ولا يهمك يا عم خليل، انت برضو بتسمع كلام المهطول ده. في الرايحة والجاية يجرحني بالكلام. والنبي ولا تسأل فيه جوز الأربعة ده. طب تصدق بقى العامل شنب ده قدام نسوانه بيبقى عامل زي الأرنب. ايوه ايوه كده. اضحك اضحك يا عم خليل، محدش واخد منها حاجة. ده لولا انتي وبسلامتهم ولادك انا كنت زماني ماشي بكلم نفسي. بعد الشر عليك. وشوية مرضى اللي حصل لي يا اخويا. ما حصلش حاجة، ما انت زي الفل اهو. كل ما افتكر اني كنت ملك السوق واكبر تاجر ذهب في الحتة، وفجأة الدكان يولع والخزنة تتسرق باللي فيها، وابقى على الحديدة والديانة يطلبوني بتمن الذهب ويا الدفع يا الحبس. ايوه لولا الحج منصور الله يرحمه، وقف جنبي وسدد لي ديني واداني الأوضة اللي تحت اسكن فيها، كان زماني بقيت في الشارع. ألف رحمة تنزل عليك يا حج منصور. وبعدين معاك بقى ايه اللي خلاك بس تقلب المواجع دلوقتي يا عم خليل؟ بالك اهو عكاشة ده ما كنتش استعناه صابي عندي في الدكان. وحياتك وهو دلوقتي ولا يسوى. الفلوس يا عم خليل عمرها ما بتعمل بني ادمين. عندك حق عندك حق. نهايته اقوم انا بقى. ما تخليك تتغدى معانا. معلش زمان فرغل جاي كده. طب اسمع استنى بقى اما اديلك طبق رز بلبن تحلي بقك بيه. هو كل ما اكلمك يا اسطى رضا تقولي لسه بدري لسه بدري. يا معلم عكاشة الحكاية مش سهلة زي ما انت فاكر. يا اسطى رضا عيب، ده انا مربيك. ما قلتش حاجة حاج، بس انت عارف ان البيت بيت ورثة، يا ريته كان باسمي انا ما كنتش اتأخرت، خصوصا اننا متفقين انك تسيب لي الورشة. طبعا الورشة هكتب لك بيها ورقة بيع وعقدها جاهز في جيبي اهو. بس انا مستغرب ايه اللي خليك حاج تشتري بيتنا بالذات؟ ده بيت قديم ودورين اتنين. اصل انت عارف ان البيت لازق في الدكاكين بتاعتي، وانا بصراحه كده عايز اتوسع شويه اكتر من كده. اللهم لا حسد يعني، ربنا يزيدك تعيش يا رضا. وكمان في حاجه تانية غيظاني. خير؟ نفسي ابعد خليل ده عن الحته واللي فيها. عم خليل؟ اه. ده راجل غلبان يا عم عكاشه. ده غلبان؟ ده تعبان، ده مية من تحت تبن. يا محرق الدم يا هو الله يرحمه. انت بتقول حاجة يا معلم؟ بقول اللي كان صاحبه أبوك الله يرحمه. آه. عموما فكر تاني وقلب الموضوع في دماغك، وانا عارف انك لو عايز المسألة تمشي هتمشي، وعني انا فلوسي جاهزة وتحت امرك. منى محمود ايه اللي موقفك هنا؟ مستنيك لما تخلص الامتحان. ايه مش النهارده برضو كان اخر يوم؟ مظبوط. انا بصراحه ما رضيتش اجيلك اثناء الامتحانات
عشان يعني ما اشغلكيش كده ولا كده، او يعني تعملي حجتي لو لا قدر الله النتيجه كانت كده ولا كده. بقى كده؟ لا يا سيدي اطمن، ان شاء الله هطلع من الاوائل. وانا عارف كده برضه. على فكره اكيد زمانك جعانه صح؟ هموت من الجوع. طب ايه رايك في 2 كشري دبل؟ ودي عايزه راي، اكيد موافقه. موافقه على ايه؟ على الكشري. يا شيخه انا فكرتك موافقه على محمود. بلاش تلوع الكلام. يعني لو حصل هتوافقي؟ ايه يا رضا؟ اوافق؟ اوافق ده ايه؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. ياما ياما الراجل عارض مبلغ كبير. الله في سماه، لو دفع ملايين برضو لا. تبيع بيت ابوك يا رضا؟ ياما هو انا هسيبك في الشارع؟ ما انا هسكنك في بيت تاني جديد وشرح وبرح برضو. والله لو هتسكنني في قصر ما سيب هنا. انت اصلك مش عارف البيت ده بالنسبه لي ايه. انا اتجوزت ابوك هنا الله يرحمه، اتجوزته هنا، وخلفتك انت واخوك هنا في البيت ده، شفت اجمل سنين عمري. طب وفيها ايه ياما لما تكملي سنين عمرك في بيت تاني؟ البيت يا ابني مش حيطان وبواب وبس، ده كل حته فيه ذكرى اليوم عشته، والذكرى دي هي اللي فضلالي. خلاص ياما بلاش، انا كنت بقولهم قرشين حلوين يعدلوا حالنا. احنا حالنا كويس والحمد لله. وبعدين انا فاهم المعلم عكاشة ده كويس قوي، طول عمره كان بيكره ابوك الله يرحمه عشان كان راجل دغري ولا يعرفش شغل التلات ورقات. يا اما الراجل عايز مصلحتنا. مصلحتنا؟ ده طول عمره ما بيبصش الا لمصلحته هو وبس. ده ضلالي، ده الدكان اللي هو فيها دي واخدها من ولاد اخوه بالتزوير والغش، وابوك هو بس الله يرحمه هو اللي كان كشفه. يا اما بلاش التأليف في الماضي. يا مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا حبيبي، انت كنت فين طول النهار؟ انا كنت باكل كشري. لا كان في البحث عن وظيفة. وظيفة؟ طيب ماما انا عايزك في موضوع مهم قوي. حاضر يا حبيبي حاضر، تعال تعال جوه معايا في اوضتي. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ هو في اسرار تستخبى عن رضا برضه؟ ماشي عم محمود، إذا كنت أنت عامل فيها متر فأنا بقى اللي استرضها والأجر على الله. بس كده؟ من عينيا يا حبيب قلبي، من بكرة الصبح إن شاء الله أخطبها لك. ربنا يخليك لي يا ست كل، بس أنا يعني خايف لأبوها ما يوافقش. ليه بقى؟ هو حيلاقي زيك فين؟ ده أنت بكرة بإذن الله هتبقى محامي قد الدنيا. لو بكرة ده يبقى النهاردة. ما تستعجلش الأمور يا حبيبي. طب يعني حاول تقنع أبوها يعني أننا حتى نقرأ الفاتحة ونلبس دبلتين. حاضر. ما هي أنا أصلها السنة في الكلية، على بال ما السنة دي يعني تفوت أكون أنا إن شاء الله بأمر الله لقيت شغل. بإذن الله يا حبيبي بإذن الله، ما تحملش هم. بس يعني تفتكر يا أمي رضا مش هيتضايق؟ ويتضايق من إيه بقى يا ابني؟ يعني اكمني هخطب قبل منه؟ يا حبيبي أنا رأي نشف معاه، ده مش بتاع جواز، سيبك منه. أنا بكرة بإذن الله الصبح هروح أخطبها لك. كده برضو يا أمو المتر. ماشي ماشي يا متر. الله، كلام ايه اللي بتقوله ده يا استا رضا؟ مش عاجبك الكلام ولا يا حاج مدبولي؟ مش القصد يا ابني، بس اصل يعني يا حاج مدبولي انت راجل بتاع سوق وعارف ان الراجل ما يعبوش غير جيبه، وانا الحمد لله جيب عمران. ربنا يزيدك يا رضا يا ابني. الله، احلى كلمه طلعت من بقك كلمه يا ابني دي. طب تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله، انا طول عمري بحبك زي ابويا تمام. الله يرحمه كان راجل ولا كل الرجاله. صدقنا يا حاج مدبولي ان النوسه بنتك دي هتبقى فنن عيني من جوه. وبعدين انا مش عايز منكم اي حاجه، المهر اللي هتقول عليه هديه مني ليك. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا رضا يا ابني، انا طول عمري بستجدعك واقول عليك كريم. خلاص يبقى حط ايدك في ايدي ونقرا الفاتحه. يا ترى مين اللي بتزغرط دي؟ بشرة خير يا امي. يا رب ان شاء الله يا حبيبي عقبال ما يزغرطولك. من بقك لباب السماء يا رب. يا رب. بقولك ايه يا امي، مش يلا بقى يعني تشيلي شويه وتروح للجماعه. حاضر يا حبيبي حاضر، ده انا اللي مستعجل اكتر منك. يا دبليه الخطوبه عقبالنا كلنا ونبني طوبه طوبه عيش حبنا. صباح خير يا امي. ايه ده كله؟ ايه ده يا حبيبي؟ يسعد صباحك. انت كنت فين بدري كده؟
دي اول مره تعملها وتقوم بدري. 19 يا ست ام رضا، خطابك كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي. ده ايه ده كله؟ الحكايه يا عم رضا، قلبه معاك شادي النهارده ولا ايه؟ مالك فايق علينا النهارده ليه؟ اصل النهارده على راي المثقفين اللي زيك سوف يحدث اهم حدث في حياتي. ان ان خير ان شاء الله، سوف اخطبه. بجد يا رضا؟ يا فرج الله، الفقي لما يسعد. ها قولي، ويا ترى بقى ناوي تخطب مين؟ بنت أمورة وزي العسل، وانتوا تعرفوها على فكرة. مين يا رضا؟ منى. ايه؟ ها؟ منى مين يا رضا؟ منى بنت الحاج مدبول يا متر. ده لا يمكن يحصل ابدا. يا بنتي يا بنتي، ابوكي خلاص قرى فاتحه معاه. ماما لو اجبرتوني على الجوازه دي انا هموت نفسي. ايه الكلام الفارغ اللي انا سامعه ده؟ ازاي يا بابا، ازاي حضرتك توافق ان اتجوز اللي اسمه رضا ده؟ وما وافقش ليه؟ عيبه ايه رضا؟ واد مجدع وكسيب وعارفينه ويعرفنا. بس يا بابا هو ما يناسبنيش ولا انا ناسبه. ليه بقى؟ الله، ما تتكلمي يا ام العروسه، ما تقولي حاجه لبنتك، عقليها. قلت لها يا حاج كتير ومش عايزه تسمعني. بابا انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. امال هتفكري فيه امتى؟ لما اتخرج. تاهت والاناها، اتخطبي دلوقتي والدخله خليها بعد ما تتخرجي. يا بابا ما ينفعش انا اكون خريج الجامعه واتجوز واحد معهوش الاعداديه. لكن معاه فلوس وشغلانه بيكسب منها الشهد. طب ايه رايك بقى انه مش هيكلفني ولا مليم في جوازتك، ده غير انه هيجيب لك شبكه محترمه. انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه. اسمعي يا بنت، انا ما فيش حد في البيت بيعصى اوامري، سامعه؟ اعملي حسابك انك هتلبسي شبكتك النهارده، فاهمه؟ ليه؟ أنا عايز أعرف ليه؟ هو إيه اللي يا ابني؟ هتغنيها؟ الله، اشمعنا يعني منى يا رضا؟ عجبتني، والبت بصراحة تستاهل إن الواحد يقدرها ويدفع تمنها. تدفع تمنها؟ آه، حاكم الجواز ده بقى حودة أخويا مش لعبة، وأنا اخترت واحدة تشرفني زي ما هشرفها بالظبط. بس منى لا تنفعك ولا أنت تنفعها. ليه بقى يا أم رضا؟ ناقص إيد ولا رجل؟ ابنك راجل يا أم رضا. أنا نفسي أفهم، انت بتعمل فيها كده ليه؟ بعمل فيك يا ابني، انا كلمتك محمود كان عايز يخ... لا يا امي لو سمحتي اسكتي ما تكمليش. الله، ايه الحكايه؟ هو في حاجه انتوا مخبيينها عليا ولا ايه؟ اخوك لازم يعرف يا محمود. يا امي انا كنت رايحه النهارده اخطب منى لمحمود. يا خبر. معلش بقى اخويا، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. معلش معلش، تعالى مسيرك تلاقي واحده مناسبه ليك وترضى بظروفك. انت قصدك ايه يا رضا؟ قصدي اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. بقى مش كفايه صرفت عليك مدارس وكليات وقعد عواطلي من غير شغل وكمان عايز تخطب؟ رضا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ مين فينا اللي اتجنن؟ مش طول عمرك نفسك تخطبي لي؟ دلوقتي غيرت رايك ليه؟ علشان الحيله بتاعك عايز يخطب الاول؟ ارجوك يا رضا، ارجوك حاسب على كلامك. وانت ما حاسبتش ليه طول عمرك على مصاريفك واكلك ولبسك؟ طول عمري حارم نفسي علشانك، اشقى واتعب وانت تتدلع وتتهنن. الايدين اللي مليانه زيت وشحم دي هي اللي حافظت لك على ايدك نظيفه، والهدوم المزيته دي هي اللي حافظت لك على هدومك نظيفه. اسمع يا ابن الناس، انا كفايه عليا لغايه كده، انا عايز انتبه لنفسي علشان اعيش. عندك حق يا رضا، عندك حق، انا تقلت عليك اكتر من اللازم. محمود انت بتقول ايه؟ انت ليك في البيت ده زيه بالظبط. خلاص، يبقى لازم يصرف زي ما انا بصرف في البيت ده بالظبط، مش يقعد ياكل في قته محلوله. خلاص يا رضا خلاص، انت مش هتشوف وشي تاني. محمود انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا امي، بقول اني مش هقعد في البيت ده دقيقه واحده بعد النهارده. لا انا مش قاعد، مش قاعد. محمود محمود يا ابني ما تسيبنيش. محمود انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين يا محمود؟ اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ اروح فين واجي منين؟ الدنيا خلاص دقت بيا، انا زهقت، طهقت من حياتي، زهقت. جري يا استاذ، كنت هتوديني تودي روحك في داهيه. الله، مين؟ محمود.
مش ممكن أدهم. يا محاسن الصدف، ايه يا ابني مالك؟ ما سرحان كده ليه؟ ابدا أدهم. ابدا ازاي؟ تعال 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 اركب معايا واحكي لي حكايتك. صحيح العربية نص نقل ومش قد المقام، انما على رأي المثل حمارتك العرجة. لا حول ولا قوة الا بالله. وتفتكري يكون راح فيه؟ مش عارفة مش عارفة يا عم خليل. طب اهدي اهدي يا ست مريضة اهدي. ما تقولش اسمه قدامي، انا متبرية منه. استعيذي بالله يا مريضة ما تقوليش كده، دي وزة شيطان. انا قلبي وربي غضبانين عليه ليوم الدين. لا 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 لا، الكلام ده من ورا قلبك. ده رضا طيب وابن حلال، بس هو والعياذ بالله اللي شيطانه راكبه. معليش معليش، بكرة يهدى ويصفى وهو بنفسه اللي يدور على قوه ويجيبه. يا ترى انت فين دلوقتي؟ يا ترى انت فين دلوقتي يا محمود يا ابني؟ وبعدين بقى اهدي امال عشان صحتك، ده مش كويس عليك عشان السكر اللي عندك. يا عم خليل نعم. اعمل معروف، قولي اموري، انزل دور عليه بس كده من عيني الاتنين، وهاتي كمان عناوين قرايبكم اللي ممكن يروح عندهم. يا رب يا رب قدرني اني ساعدها. يا ترى يا محمود يا ابني الاقيك فين؟ لا لا انا مش هيأس، ولو لفيت الدنيا بحالها حته حته حلفها مش هتعب ومش هيأس، عشان اوفي الدين اللي في رقبتي لابوك الله يرحمه، وكمان عشان امك الست الطيبه اللي ملهاش حد واللي مش ممكن مش ممكن مش ممكن اسيبها لوحدها ابدا. ايه يا خال، كنت فين من صباحية ربنا؟ ايه مالك يا خال؟ رجلي بتوجعني قوي يا فرفل. الف سلامة عليك، بس من يهدى من لف طول النهار على محمود. يا حول الله يا رب. صدق يا خال الست دي صعبانة علي قوي. مش اكتر مني. معلش يا محمود، ما تزعلش من اخوك، على رأي المثل المصارين في البطن بتتخانق. صدقني يا ادهم، انا كل اللي شغلني دلوقتي امي، انا قلقان عليها قوي. محمود انت صاحبي من ايام الجامعه، ووالدتك زي المرحوم امي تمام، انا هروح اطمنها عليك واطمنك عليها. لا يا ادهم مش وقته بصراحه، انا حاسس بالفشل قدامها زي ما انا حاسس بالعجز بالظبط قدام رضا اخويا. فشل ايه يا ابني وعجز ايه؟ ليه التشاؤم ده كله؟ يا ادهم انا ما عملتش اي حاجه في حياتي. ما هي دي غلطتك، انت قاعد حاطط ايدك على خدك وفاكر ان الشغل هيجي لغايه عندك ويقولك شبيك لبيك انا بين ايديك. قصدك ايه؟ اقولك حاجه، انت شفت العربيه نص نقل اللي معايا؟ ايوه. دي يا سيدي بتصفي لي في اليوم بعد ما صرفها 20 جنيه. طب واشتريتها منين؟ استلفت فلوسها. يا سلام، ومين بقى اللي رضي يسلفك المبلغ الكبير ده؟ الحكومه. نعم. انت يا ابني مش عايش ولا ايه؟ ما سمعتش عن قروض الخريجين؟ ايوه سمعت طبعا، بس انا سمعت انهم بيدوهم مبالغ بسيطه وفوائد القروض بتبقى كبيره يعني، وحاجات تانية كتير. ما تصدقش كل اللي بتسمعه، تعال احكي لك انا عملت ايه. ازاي الست والدتك دلوقتي يا رضا يا ابني؟ والله يا حاج مدبولي لسه تعبان. لا حول ولا قوه الا بالله، وده من ايه يا ابني؟ شوية زعل كده بينها وبين محمود اخويا يعني. يعني محمود اخوك ده لا منه ولا كفايه شره؟ تقول ايه بقى يا حاج، لسه عيل صغير. انا بقول يعني مش انا الاوان اجيب الدبل والبسها للامور الصغيره. مش بس يا ابني لما الست والدتك يعني تشد حيلها شويه، مش دي الاصول برضو؟ ها اه 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 طبعا الاصول مظبوطه يا حاج. ما
ايه يا منى؟ انتي ومحمود؟ ايوه يا ماما. ولما الحكايه كده ايه اللي خلى رضا يتقدم لك؟ مش عارفه يا ماما، لكن كل اللي انا متاكده منه ان رضا بيحقد على اخوه وبيغير منه كمان. لا 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 لا، ازاي بس يا بنتي؟ دول اخوات. ما انا عارفه يا ماما انهم اخوات. مسكينه طنط، زمانها تعبت لما عرفت ان رضا عايز يخطبني. يعني قصدك تقولي ان ام رضا كانت عارفه ان محمود عايز يخطبك؟ ايوه، واكيد محمود ساب البيت عشان الموضوع ده. طب اسمعي يا منى. نعم يا ماما. انا هطلب من ابوكي اني ازور الست ام رضا، وهناك بقى بالمحسوس كده يعني هعرف ايه اللي حصل بالظبط. ادي يا سيدي كل الحكايه. ياه، يعني على كده بقى انا ممكن اخد قرض؟ طبعا، من بكره لو حبيت، بس المهم تقدم دراسه جدول المشروع اللي ناوي تعمله. طب يا ريت يا ادهم بقى تساعدني يعني نفكر مع بعض. انا تحت امرك، اطلب اللي انت عاوزه. كتر الف خيرك. الاول انا عايز اطلب منك طلب، يعني انك تطمني على ماما من بعيد لبعيد لغايه لما يجي الوقت المناسب اللي اقول لك فيه روح لها. ماشي يا حوده، عايز ايه تاني؟ شكرا يا ادهم، انا بصراحه مش عارف لو ما كنتش قابلتك كان حصل لي ايه. اصلين طمك ده عيالك. شفتي بقى يا ماما، صدقتيني؟ والله يا بنتي دي حكايه ولا حواديتي السيمه. الحمد لله يا ماما ان طنط هي اللي حكيت لك بنفسها. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، الواد اللي اسمه رضا ده نزل من نظري خالص. عشان تعرفي يا ماما ان انا كان عندي حق. المهم دلوقتي يا منى ان ابوكي لازم يصدق ان الواد ده ما ينفعكيش. المهمه دي بقى عليك انت يا ست الكل. ايه علي انا؟ طب ازاي يا بنتي؟ معقول يا ادهم؟ انت بتقول ايه بالسرعه دي كده؟ يا ابني انا قلت لك الحكومه بتشجع شبابها الحلو اللي زينا، وبصراحه دراسه الجدول اللي كنت مقدمها لورشه النجاره كانت هايله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. انا بصراحه مش عارف اشكرك ازاي يا ادهم. وما تنساش كمان لازم نروح نشكر جارنا الاستاذ عوض اللي ضمنك. طبعا، مش عايزه كلام، اكيد لازم اروح له لحد عنده واشكره. ولسه في مفاجاه تانيه محضرها لك. يا مفاجاتك كتيره، قول لي بقى مفاجاه ايه. تسمع عن الاستاذ سيف الدين كاظم؟ يا سلام، محامي صغير زي ما يسمعش عن المحامي المشهور سيف الدين كاظم؟ هو بعيد يا ابني، مين ما عرفوش، ده اشهر من النار على العالم. بالصدفه يا سيدي في تاجر طلب مني بضاعه ان انا اوديها له. عرفت ان المحامي بتاعه سيف الدين كاظم، فكلمته وقلت له يا ريت يكلمهن نتدرب عنده في مكتبه بعد الظهر. الراجل ما كدبش خبر وكلمه. يا فرج الله. ها وبعدين؟ ولا قبلين، من بكره هنروح نتدرب عنده في المكتب. يا ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده؟ لا اكيد انا بحلم، والله انا بحلم. يا فرج الله يا فرج الله، هتتحقق امنيتك اخيرا يا امي، وتشوفيني محامي قد الدنيا تحت التمرين. يا عم ما تفرقش كتير. لا تفرق. خال. ها؟ يا خال. ايه ايه بتقول حاجة؟ بتقول حاجة يا فرغلي؟ لا، ده انت في دنيا غير الدنيا خالص. تعال تعال بص. ايه؟ تعال تعال دوق الاكل اللي عملته لك. ده انا عامل لك بامية بالفول النابت، انما ايه؟ تستاهل بقك بصحيح. دوقها دوقها يا خال، ولو عجبتك اعملها لك في رمضان كمان. معلش معلش يا فرغل، ماليش نفس. كل انت بالهنا والشفا. اه قرا يا خال، بقول لك ايه، انا يعني صحيح علامي على جدك ده، لكن الحاجات دي مش عايزة علام. حاجات حاجات ايه ولا؟ يعني اصلك ده يعني، ولا مؤاخذة يعني، بشوفك كده لما بتيجي تتكلم مع الست ام رضا، ست الكمل دي، بتبقى فرحان قوي، والفرحة والدمعة تبقى عايزة تفط من حباب عينيك. اختيش يا ولا اختيش امال، انا عارف انت عايز تقول ايه يا فرخل. امال ايه، ده انا عجبك قوي، ده انا فهيم وفهمها وهي طايرة. تعرف يا فرخل ايه؟ انت دوست على الجرح. ايوه دوست على الجرح، وكلامك ده صح جوايا حاجات كتير كتير قوي قوي قوي. بالك الست ام رضا دي نعمة كبيرة قوي من عند ربنا، هي الحنان والإخلاص والتضحية اللي من غير حدود. ياه للدرجات يا خال؟ وأكتر وأكتر يا فرغل. آه لو تعرف
لكن لا لا، دي مجرد افكار في دماغي، عمرها ما هتفارقني ولا تسيبني لوحدي. لا ليه يا خال، فيها ايه يعني؟ بعد الست ام رضا ما ابنها رضا يتجوز ومحمود كمان يتجوز نلم الشمل. تتفكرك ديه يا فرغل؟ اقول لك سيبها للزمن والظروف. يمكن. كل سنة وانت طيبة يا أمه. يا أمه ما هو مش معقول كده، ده حتى الخصام في رمضان ما ينفعش. ده مين اللي ظبط نفسه على المدفع ده؟ طيب طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. السلام عليكم يا ست الحجة. أهلا وسهلا. احنا قلنا نجيب فطارنا ونيجي نفطر معاكم أول يوم. حصلت ألف بركة يا أخوي. أهلا وسهلا. اتفضلوا. يزيد فضل. اتفضل يا سردة، فتت فول نابت عاملها بإيدي وحياة عليا. شكرا. حياة النبي يا شيخ، ما تكسفني في اخر يوم ليا. هات هات يا فرغلي، هات انا هشرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف هنا وشفا. الله تسلم ايدك. قولي بقى، انت خلاص راجع البلد؟ ايوه يا ستي، عايز يكمل بقيه رمضان هناك وعايز ياخدني معاه. الله، ايه ما بتاكلش معانا ليه يا رضا يا ابني؟ انا شبعت عن اذنكم. ها؟ على فين يا سرضة؟ البلد ده احسن من غيرها. نازل القهوة واشرب شيشة. قوليلي لسه مفيش اخبار عن محمود يا حجة؟ ابدا ابدا يا عم خليل، انا نفسي اشوفه، ده انا ما بيجينيش نوم وبدعي كل يوم انه يرجع لي بالسلامة. ان شاء الله يا حجة، ربنا هيقبل دعاكي. امال دعوة الام مستجابة. أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وعشان دعوة الأم مستجابة عايزك تسامحي رضا. أسامحه؟ أيوة، واطلبي من ربنا إنه يهديه. الله، إيه اللي نزلك من البيت ساعة المغربية دي يا رضا؟ أبدا يا معلم، صليت نفسي مخنوق شوية كده ومتضايق، قلت أنزل أتمشى لغاية العشاء ما يبدأ. وانت ايه اللي نزلك يا حاج؟ يعني لا لا، انا اصل كنت عند نمره 3. ودي ست بعيد عنا غاوية عكننا وعندها حيال كتير عماله بتواقوا، بتقول انهم عيالي. بتقول انهم عيالك؟ ليه انت ما تعرفش عيالك يا معلم هكاشه ولا ايه؟ اعرف مين ولا مين؟ انا كفايه عليا اعرف النسوان اللي انا متجوزهم. اللي جاب الراجل الغم ده هنا؟ استغفر الله العظيم. اسمع يا فرغالي، انزل بالراحة من غير ما يشوفنا وندخل على أوضتنا. حاضر يا خال. اسمع يا رضا، انا عايز منك خدمة كده انما بسيطة. امر معلم عكاشة. يا ترى عايز منه ايه يا شر انت يا خال؟ ما تيلا ندخل بقى يا سيدي. في جماعة تجار كبار قوي في السوق قصدوني اني اشيل كام صندوق فاكهة عندي في المحل. والمحل زي ما انت عارف يعني مليان صناديق فاكهه والحمد لله ما شاء الله. ولو قلت لهم لا خايف يزعلوا مني، ودول تجار كبار قوي وممكن يعني يأذوني في السوق. طب وانا ايه الخدمه اللي اقدر اقدمها لك؟ قلت لي بقى الورشه بتاعتك لازقه في المحلات بتوعي، فلو يعني اجيب الكام صندوق فاكهه دول احطهم عندك لغايه الصبح واشيلهم يبقى كتر خيرك. بس انا معلم عكاشه خايف للتجار دول ما يجوش يشيلوا صناديق الصبح، وانا زي ما انت عارف الورشه دي اكل عيشي. لا لا لا، ما تشغلش بالك ابدا، انا متاكد انهم قبل الفجر هيجوا يشيلوا صناديق. ده اتفاق رجاله مش عيال. عناية علشانك يا معلم، انا هطلع اجيب لك نسخه تانية من مفاتيح الورشه خليها معاك. تسلم وتعيش يا حبيبي وابن حبيبي. ايه يا خال؟ انت ما هتنامش ولا ايه؟ لو اعرف بس عكاشة ده ناوي على ايه؟ يا خال يا خال، احنا مالنا؟ واحد حط صناديق ولا شال صناديق دخلنا احنا ايه؟ يلا يلا ننام عشان نلحق القطر الصبح. اقول لك نام انت، نام.
الو، ايوه يا حسن، كل شيء تمام. ايوه، في نفس المكان اللي قلت لك عليه. بقول ايه، انا عايز العمليه تتم باسرع ما يمكن، مفهوم؟ وكمان ما تنساش العربيه. ها، ماشي يا ابو علي، سلام. فرغلي فرغلي يا خال. يلا قوم امال عشان ما تتاخرش على القطر. حاضر حاضر يا خال. هو انت ما نمتش ولا يا خال؟ يلا بس عشان نلحق. ها، ايه صوت العربيه ده؟ بص عليه من شيش الشباك يا خال. غريبه، انا اول مره اشوف العربيه دي هنا. دي نص نقل. عباي انت معلم كل العربيات اللي بتدخل الحاره اياك، نقص تاخد نمرتها كمان. كله تمام تمام، بس في اتنين كانوا طالعين من البيت اللي فيه الوكشه. وراحوا فين؟ مشوا، بس ما تخافش، انا اتاكدت ان هم خلاص مشوا. طب يلا يلا بينا نفتح الورشه وناخد الصناديق اهم. حول بقى واحد واحد بسرعه. يلا يلا بسرعه. ايه ده ايه ده؟ انا صوت عربيه بوليس. يلا 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 نهرب بسرعه، يلا نهرب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اللهم اجعله خير. افتح دكان يا عكاشة. يا بيه، مصحيني من احلها نوم عشان تقول لي افتح الدكان ليه يا بيه؟ هو في ايه؟ افتح من غير كلام. حاضر يا بيه، امرك. اتفضل، ادي الدكان. فتشوها. لا حول الله يا رب، الفاكهه هتتبهدل يا بيه. اقف وانت ساكت. تمام يا فندم، مفيش حاجه يا فندم. الحمد لله الحمد لله، ربنا ما بيرضاش بالظلم يا سعاده البيه. مش كل مره تسلم الجره يا عكاشه. الله، الورشه دي ايه اللي فاتح بابها كده يا عسكري؟ يا فندم انت اهو، فتش الورشه بسرعه. اه يا فندم. لكن ادول فيها يا فندم. مين صاحب الورشه دي؟ انا سعاده البيه. بس الصناديق دي بتاعة المعلم عكاشة، هو اللي حاططهم بإيده مبارح وقال لي إنها صناديق فاكهة. فاكهة؟ فاكهة من نوع خاص، شايف؟ حشيش. حشيش؟ يا نهار اسود، إيه ده؟ لا يا باشا، الحاجات دي مش بتاعتي يا بيه، دول بتوع المعلم عكاشة والله. إيه؟ وأنت هترمي بلاويك عليا وأنا شفتك خالص. خدوها مع البوكس. ابني رضا مظلوم والله العظيم مظلوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، منك لله يا عكاشة، منك لله. انت برضو مصدقة ان رضا بريء؟ بصراحة يا بابا، رضا مش ممكن يعمل حاجة زي دي. يا سبحان الله، دلوقتي بتدافع عنه. بقولك ايه يا حاج مدبولي، رضا شقي وبتاع مقالب وغيور لكن حكاية المخدرات دي لا ابدا وأنا ابدا. وانا اللي كنت فاكر ان فلوسه جايبها بالحلال، اتاري كان عايز يجيب شبكة وماري ما حصلوش. انت برضو مصدق يا حاج؟ يا عيني عليك يا طن، هتلاقيها منين ولا منين؟ انت بتقول ايه يا ادهم؟ اخويا رضا مش ممكن. اهو اللي عرفته لما كنت بسأل على احوال والدتك زي ما كنت متفق معاك. ازاي؟ ازاي ده يحصل ازاي؟ المهم دلوقتي نروح لوالدتك احسن، دي تعبانه قوي واكيد محتاجه لك. محمود محمود يا ابني، وحشتني قوي يا ضنايا يا حبيبي، وحشتني قوي قوي. وانت كمان يا امي، وانت وحشتيني قوي قوي. سمعت يا حبيبي اللي جرى لاخوك؟ ايوه يا امي سمعت، كله من عكاشة الزفت ده. يا ما حذرته منه وما سمعش كلامي. المهم دلوقتي انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. ما تسيبش اخوك رضا، ما تسيبوش يا محمود، اخوك رضا محتاج لك يا حبيبي. ما تقلقيش يا امي ما تقلقيش، رضا اخويا وابويا، ولا يمكن هنسى فضله عليه ابدا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يقدرني اوفي جزء من الدين اللي عليا ليه واقف جنبه زي ما كتير وقف جنبي. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي.
سيدي القاضي، حضرات السادة المستشارين، إن القضية التي أمامنا قضية واضحة لا تحتاج إلى إطالة، لأن الأدلة كلها والبراهين ثابتة على المتهم. فالورشة التي وجدوا بها المخدرات ورشته، حتى وإن ادعى أن من وضعها له هو سين أو صاد. رغم أن الموقف صعب، لكن ربنا يستر ويقدر أستاذ سيف يعمل أي حاجة. أنا بريء، والله العظيم بريء، بريء يا محمود. اثبت امال يا رضا، انت طول عمرك راجل. انت مصدق انا محمود اني بريء ولا لا؟ طبعا مصدقك، بس المحامي يعني بيقول ان موقفك ضعيف طالما ما فيش شهود على كلامك. شاهد ربنا احسن من الكل، ونعم بالله يا رضا. لكن ما لكنش، انا استاهل يا محمود. يا ما حذرتوني من المجرم ده، انا ما كنتش بسمع الكلام، ما سمعتش الكلام وانا صغير والنتيجه ان ضاع مستقبلي، وما سمعتش الكلام برضو وانا كبير والنتيجة ان حياتي كلها هتضيع. بعد الشر يا رضا ما تقولش الكلام ده، انا هقول الاستاذ سيف المحامي يعمل المستحيل عشان يثبت براءتك. وحتى اذا ما اثبتش براءتي، كفايه انك واقف جنبي ومسامحني على كل اللي عملته معاك. انت ما عملتش فيا اي حاجه وحشه يا رضا، بالعكس انت علمتني اني انا لازم اعتمد على نفسي. محمود انا عايز اطلب منك طلب. اطلب عناية. بلاش الاستاذ سيف هو اللي دافع عني، دافع عني انت. نفسي اشوفك وانت بتدافع عن المظلومين. لا 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 رضا، ما ينفعش ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ كمان القضيه خسرانه. طب وماله، على الاقل لو خدت حكم يبقى مش على ايدين حد غريب. ما اقدرش يا رضا، ما اقدرش. ما تطلبش مني المستحيل. لو الاستاذ سيف دافع عنك ممكن يعني تاخد 10 سنين، لكن انا لو دافعت عنك ممكن تاخد تأبيده. مش مهم تأبيده، المهم اشوفك وانت بتدافع عني علشان خاطر يا محمود. ده اول واخر طلب بطلبه منك. استر يا رب، انت مصير المظلومين يا رب. محكمة الدفاع اتفضل. سيد القاضي، حضرات السادة المستشارين، ربما ثبت بالأدلة في هذه القضية إدانة المتهم، ولكن أود أن تفسح لي المحكمة صدرها وتسمع مني حقائق عن شخصية المتهم رضا. هذه الشخصية المعطاءة التي تحملت أعباء الأسرة بعد وفاة الأب، وسندت الأخ الأصغر من أجل تربيته وتعليمه حتى تخرج من الجامعة. هذه الشخصية التي ذللت المصاعب كي تكفل حياة كريمة لأسرتها، فقد كان يشقى من أجل لقمة العيش الشريفة، ولم يتوانى عن تقديم المساعدة لأهل منطقته، وذلك بشهادتهم جميعا. سيد القاضي، حضرات السادة المستشارين، هل من الممكن أن تكون هذه الشخصية هي الشخصية الهدامة التي تشجع على الفساد والاتجار في السموم؟ كيف يكون هناك هذا التناقض في الشخصية؟ إن هذا الأخ الأصغر الذي رباه المتهم رضا وتخرج من الجامعة أصبح محاميا الآن، يترافع في المحاكم من أجل سيادة القانون. هذا شخص سيد القاضي هو أنا، الواقف أمامكم الآن يدافع عن أخيه متأكدا من براءته. والله بريء، والله بريء. يا أستاذ محمود، يا أستاذ محمود، أنت راجل قانون وعارف أن القانون ما بيعرفش غير الأدلة والبراهين. أقسم لسيادتكم أن موكلي لم ولن يرتكب أي جريمة من أي نوع، فهو ضحية إنسان شرير فاسد، ويجب أن نقضي على رأس هذا الأفعى. يا أستاذ محمود، ما فيش أي دليل أو شهود على كلامك. الدليل والشهود موجودين يا جناب القاضي. عم خليل، عم خليل، هدوء من فضلكم، هدوء. انت مين؟ انا خليل ابو العز، بيقولولي في الحتة يا عم خليل، ساكن في الدور الارضي في الاوضة اللي جنب الورشة، وعندي شهادة عايز اقولها عشان اخلص ضميري من ربنا. انا وفرغل. فرغل؟ انا بيه فرغل البدري، بس بيدلعوني ويقولولي يا فرغلي.
الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا بعتك في الوقت المناسب يا عم خليل. أنا لو كنت أعرف اللي حصل كنت جيت من السفر من يوميها. كتر خيرك يا راجل يا طيب. أنا ما عملتش غير الواجب يا ابني، والحمد لله إني أخدت نمرة العربية النص نقل اللي كانت واقفة قدام البيت، لأني بصراحة بقى شكيت لما لقيتها أجرة مطروح. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا أظهر الحق. قوم افتح يا فرجل. من عينيا التنين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي يا مومونة، تعالي يا مونة، احنا جايين نهني ونبارك بمناسبة خروج رضا بالسلامة. يا ألف أهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ عن إذنكم. لا محمود. على فين يا متر؟ مش تستنى ما تشرب الشربات؟ الشربات؟ أيوة شرباتك أنت ومونة. يا حاج مدبولي، أنا بطلب إيد بنتك مونة لأخويا وابني الأستاذ المحامي العظيم محمود. يا حبايبي يا حبايبي يا أولادي، ربنا ما يحرمكوش من بعض أبدا، ربنا ما يفرقكوا عن بعض أبدا. قادر يا كريم، قادر يا رب على كل شيء. كنتم مع لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني. عادل الطبي، حمدي أبو العلا، سمير الليفي، صلاح الحسيني، فوزي المليجي. هندسة صوتية سامي الحلو، محمود إبراهيم، سيد زكريا. لا تتركني وحدي، سامية جمال الدين، والمخرج طارق دياب.